ممكن غياب العلاقات يأثر عليك. وأهلي ما كانوش موافقين على الموضوع ده خالص يعني، فحسيت يعني لفترة زمنية قليلة كده ان انا كرهت الرسم. هو وحش ورسمك وحش، ده بحس فيه شيء من التصنع. الثورة غيرت نظرة الناس لكل الفنون، سواء مزيكا سواء رسم. وبعدين لقيتك منزل رسمة بتقول اللي انا حاسس فيه. اي حد بيقلد عامه بيبقى ليه سقف. الاشخاص اللي انا برسمهم لابسين اسود وانا ما عنديش السقف ده. الرسم مش موهبه. احنا طبقيين جدا، احنا مجتمع طبقي جدا. اللي يشوفها توصل له احساس.